وللمزيد من وللحديث أكثر عن أداء أسواق الأسهم العالمية والسلع ينضم إلينا السيد رائد خضر، رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب. أهلا بك سيد رائد. بداية نتحدث عن الفدرالي الأمريكي لحديث الأسواق اليوم، غدا تترقب الأسواق قرار الفدرالي، توقعاتك أولا؟ بلا شك التوقعات مجملها تشير إلى إمكانية إبقاء أسعار الفائدة كما هي، وسوف يكون رفع سعر الفائدة عبارة عن مفاجأة للأسواق. الأهم من ذلك هو خطاب جانت يلن اللي راح يلي إعلانات أسعار الفائدة. إذا تم إبقائها عند 1.25% دون أي تغيير، سوف يكون الأنظار تتجه إلى خطاب جانت يلن والسياسة وبيان السياسة النقدية. هل هم متفائلون بإمكانية رفع ثالث لأسعار الفائدة بنتيجة تحسن بيانات التضخم؟ وإضافة سوف يكون هناك الأنظار تتجه إلى إمكانية تقليص برنامج أو عفوا تقليص الميزانية الضخمة اللي هي 4.2 تريليون ميزانية الفيدرالي. كيفية هذا التقليص خصوصا أنه عرفنا أنه راح يكون بشكل تدريجي، لكن انطلاق التقليص الموعد سوف يكون أي إشارات حول ذلك الأمر لها تأثير على الأسواق بلا شك. نعم، أيضا كيف سيؤثر قرار الفيدرالي على أسعار الدولار؟ الدولار الأمريكي ستيدي حاليا، متماسك عند المستويات. لاحظنا بعض الارتفاعات الأخيرة كانت على أداء الدولار الأمريكي، هناك نوع من التفاؤل بأن يكون هناك يعني حديث عن إمكانية لرفع سعر الفائدة، لكن بلا شك توقعات إذا ما جاءت مثل ما يعني عم نتحدث أنه هناك إمكانية رفع سعر الفائدة في شهر ديسمبر، سوف يكون أداء الدولار الأمريكي بالاتجاه الصاعد، وبالتالي قد يضيف إلى مستويات 93 إلى 94 كمؤشر للدولار الأمريكي. نعم، نبقى في إطار السياسات النقدية للبنوك المركزية العالمية. الجنيه الاسترليني استفاد يعني من تصريحات كارني الأخيرة بشأن قرب موعد رفع الفائدة في بريطانيا، ما قراءتك لذلك؟ طبعا الجنيه الاسترليني استفادته كانت من ايام القراءة التضخم اللي طلعت عند 2.9% وهي اعلى من التوقعات، والتي فرضت على البنك المركزي البريطاني الحديث بشكل اكبر عن امكانيه رفع سعر الفائده. بالتالي رفع سعر الفائده والحديث عن اقتراب هذه الفرصه في شهر نوفمبر بلا شك عزز ارتفاعات الجنيه الاسترليني، والتوقعات الان بدات يعني مستويات 1.40 قد نصل اليها للجنيه الاسترليني امام الدولار الامريكي. إذا طبعا الأمر مرتبط باستمرار ضعف الدولار الأمريكي أو استمرار قوة الجنيه الاسترليني، لكن بلا شك الأخطار لا تزال تحيط بالجنيه الاسترليني في الفترة الحالية، وتجاوز مستويات 37 يعتبر أمر صعب جدا على الزوج دولار أمريكي جنيه استرليني أو جنيه استرليني دولار أمريكي. نعم، طيب بين قرار وبين التفاؤل بشأن سعر الفائدة الأمريكية وبين التوترات السياسية بين كوريا الشمالية والمجتمع الدولي، أين يتجه الذهب؟ حقيقة الذهب بدأ تريند هابط، وبدأنا بالانخفاض والضغط نحو المستويات المنخفضة بشكل أكبر. أعتقد بداية الجلسة كانت عند 1309، الآن نحن عند 1307، ولا يزال الاتجاه الهابط يفرض على الذهب. يعني هو على طول غير مسار تماما، وبالتالي قوة الدولار الأمريكي الأخيرة ساعدت بشكل واضح أن تضغط على الذهب بالاتجاه الهابط، وإمكانية الهبوط بشكل أكبر وفقدان حوالي 9 دولارات إلى 20 دولار وصولا إلى مستويات 1292 دولار للأونصة سوف تكون وارد جدا إذا ما جاء خطاب الفيدرالي الأمريكي محفزا لأداء الدولار الأمريكي في الفترة الحالية، وبالتالي الريسك أون مود أو الشهية المخاطرة لدى المستثمرين تدفعهم باتجاه الأسواق الأسهم والأصول ذات المخاطرة والابتعاد عن الذهب، وهذا بلا شك سوف يضغط على أسعار الذهب مثل ما ذكرنا الدعم عند 1292 دولار للأونصة. نعم، في ظل جميع ما ذكرت، ما تقييمك لأسعار النفط؟ طبعا النفط كمان مرتبط بأداء الدولار الأمريكي في الآونة الأخيرة، ولكن هذا هناك شهية بالاتجاه الصاعد، يعني اختراقات نحو مستويات 52 دولار للبرميل مرتبطة بشكل كبير بازدياد الطلب، والتوقعات الأخيرة التي صدرت بشأن زيادة الطلب والتزام الدول أوبك بالاتفاق، وآخرها كان العراق، والتزام كبير جدا من العراق بالاتفاقية الأخيرة لخفض الإنتاج، هذا عزز أسعار النفط بالاتجاه الصاعد، لكن 52 أعتقد مستويات مقاومة مهمة. نعم سيد رائد خضر، رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك.